السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة أول يوم في رمضان، هسجل لكم الجزء الخاص بالجاكسا جلوميرولار أباريتس واليورينري باسنجز. طيب، أول حاجة، ايه هو الجاكسا جلوميرولار أباريتس؟ ايه علاقته بالنفرون؟ عشان نعرف علاقته بالنفرون تعال نبص على الصورة ديت كده. ادي يا سيدي عندك الأفرنت أرتريول، افرنت ارتريول دوت هيدخل وهيعمل الجلوميرولر كابيلاريز، وبعدين يتجمعوا في افرنت ارتريول. تمام، الافرنت ده يطلع كده ويبقى عمل بريتيوبولار كابيلاريز حوالين التيوبيولز. تمام ماشي. فين بقى الجاكستا جلوميرولر اباريتس؟ هو يعني ايه اصلا جاكستا جلوميرولر؟ كلمة جاكستا، جاكستا معناها بجانب، جاكستا معناها ايه؟ بجانب، جلوميرولر يعني جنب جلوميرولس. اذا هو موجود جنب الجلوميرولس، جنب الجلوميرولس دي كده. تمام، دي كده الجلوميرولس، فهو موجود جنبها. فين بقى بالظبط؟ هو مكانه موجود ما بين الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول. يعني هو الجزء ده كده. طب هو الجزء ده يبقى ايه تبع النفرون؟ تعال يمشي تعالوا نمشي من الاول. ادي الايه اللي هو الكبسول، البومنز كبسول، وبعدين بروكسمال تيبيول، وبعدين لوب اوف هينل، وبعدين ده الديستال تيبيول. يبقى هو جزء من الايه، جزء منه الديستال تيبيول، بس مش كل الديستال تيبيول، حتة من الديستال تيبيول بيحصل لها موديفيكيشن، اللي هي بالتحديد الحتة اللي موجودة ما بين الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول. تمام، حلو قوي. الحته ديت هيبقى فيها ديفرنشيشن وتكون حاجه اسمها الجاكسا جلوميرولار اباريتس. يبقى احنا نعرف ايه لحد دلوقتي عن الجاكسا جلوميرولار اباريتس؟ هو عباره عن اباريتس او جهاز موجود عند الجلوميرولس او جنب الجلوميرولس. فين بالظبط؟ ما بين الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول. تمام، حلو قوي. طيب، هذا عباره عن عمل مشترك ما بين ثلاثه عوامل. ايه الثلاث عوامل او ثلاثة مكونات؟ اول مكون عندنا، نجيب بس الصورة اللي بعدها، اوه الصورة مش حلوة اوي، ما علينا. اول مكون عندنا هو ايه؟ وهو الخلايا بتاعة ال distal convoluted tubules. طيب، هل كل خلايا ال distal convoluted tubules؟ لا، الحتة اللي منها اللي هي موجودة فين؟ الحتة اللي هي موجودة ما بين الافرنت والافرنت، اللي هي الحتة دي كده. تمام، حلوة قوي. الخلايا دي بقى اسمها ايه؟ اسمها ماكيولا دنسا، اسمها ماكيولا دنسا اوف ديستال تيبيولز. وليس كل خلايا الديستال تيبيولز عبارة عن ماكيولا دنسا. خلايا الماكيولا دنسا هي عبارة عن خلايا بتاعة الديستال تيبيولز، لكن شكلها مميز شوية، وهنعرف التمييز دوت عبارة عن ايه. ادي اول حاجة. تاني حاجة، نجيب صورة احسن من كده عشان خاطر تبقى اوضح. الصورة دي كويسة. يبقى اول حاجه الخلايا بتاعه الايه، بتاعه الماكيولا دنسا دي كده. تمام. تاني حاجه، في الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول، بالذات الافرنت هنلاقي الخلايا ديت، اللي هي الخلايا دي اللي باللون الازرق دي او اخضر، ما اعرفش ده او ازرق ولا اخضر. الخلايا ديت بنسميها خلايا الجاكستا جلوميرولار سيلز. هي اصلا عباره عن خلايا ايه؟ لو بنبص كده على الارتريول، ادي الارتريول، ده الطبقه الداخليه دي اللي هي الاندوثيليوم. تحت الاندوثيليوم بيبقى فيه سموث ماسل. ف الجاكسا جلوميرولار سيلز دي عباره عن السموث ماسل بتاعه الافرنت ارتريول، اللي هي دي السموث ماسل. المفروض السموث ماسل لما بتقرب من الجلوميرولس بيحصل لها تحورات بالمنظر دوت كده، تتحول الى جاكستا جلوميرولار سيلز. وده تاني مكون من مكونات الجاكسا جلوميرولار اباريتس. يبقى اول مكون عبارة عن تحور في الديستال تيبيول، تاني مكون عبارة عن تحور في الافرنت ارتريول بالتحديد في طبقة السموس ماسل بتاعته، تالت مكون هو مش تحور، هو حاجة موجودة لوحدها، وهي الايه، وهي الخلايا ديت كده. الخلايا دي اسمها الايه؟ اسمها الميزانجيوم،
فاكرين احنا كنا جبنا سيرة الميزانجيوم او الميزانجيال سيلز، قلنا في نوعين. قلنا الميزانجيوم ده اصلا هو الكونكتيف تيشو او الخلايا اللي موجودة في الفراغات اللي ما بين الجلومرولار كابيلاريز، وقلنا ده هنسميه انترا جلومرولار ميزانجيوم. طيب لما اجيب لك خلايا حطها في الفراغات اللي موجودة ما بين الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول، حط لك في النص ما بينهم كده الخلايا دي. ساعتها، او نغير اللون، نغير اللون، حط لك الخلايا دي كده، ساعتها هتقول عليها اكسترا جلومرولار ميزانجيال سيلز. ليه؟ لانها موجوده بره الجلومرولس، لسه احنا ما وصلناش الى مرحله الجلومرولس. تمام، حلو قوي. يبقى انا عندي جاكستا جلومرولار اباريتس عباره عن ناتج من اشتراك ثلاثة مكونات. اول مكون هو خلايا الماكيلا دنسا، اللي هي عبارة عن ايه؟ تحور، خلايا متحورة في الديستال تيوبيول. هل كل الديستال تيوبيول بيبقى كده؟ لا، الناحية اللي هتواجه الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول هتبقى موجودة ما بينهم بالظبط، وليس كل الديستال تيوبيول موجود بين الافرنت والافرنت ارتريول، يعني بدليل الصورة ديت كده. الصوره ديت كده، ادي الديستال تيبيول اهي، مش كلها موجوده ما بين الافرنت والافرنت ارتريول، الحته دي بس كده، دي هي ديت اللي فيها الماكيلا دنسا، اللي هي ما بين الافرنت والافرنت، لكن باقي الديستال لا عادي. تمام تمام اوكي. وده المكون الاول وهو الماكيلا دنسا. المكون الثاني هو تحور من خلايا السموث ماسل بتاعه الافرنت والافرنت ارتريولز. الخلايا دي حصل فيها تحورات هنذكرها بقى دلوقتي. تالت حاجة هي عبارة عن خلية موجودة ما بين الافرنت والافرنت ارتريول، خلايا دي اسمها اكسترا جلومرولر ميزانجيال سيلز، وهقولك كمان شوية ان اسمها التاني لاسز سيلز. لاسز سيلز، يبقى الموضوع مرتبط ما في المنطقة اللي ما بين ايه، المنطقة اللي جنب الجلومرولس، بالتحديد ما بين الافرنت والافرنت ارتريول. لقينا في عند الافرنت والافرنت ارتريول بالذات الافرنت السموث ماسل سيلز اتحولت الى خلايا اسمها جاكسا جلومرولس سيلز، ولقينا كمان ان الديستال تيوبيولز اللي معدية في الحتة دي، الناحية اللي معدية في او الحتة اللي معدية في الناحية دي هيحصل لها تغيرات وتبقى ماكلة دنسا. وهنلاقي كمان في الفراغات اللي ما بين الافرنت والافرنت ارتريول في خلايا اسمها اكسترا جلومرولار ميزانجيال سيلز. طيب والسؤال، ما وظيفة الماكيولا دنسا والجاكسا جلومرولار ابريتس عامة؟ انا قبل ما احب اشرح ال انا احب قبل ما اشرح التركيب بحب اشرح الوظيفة. يلا نكبر كده. ايه وظيفة الجاكسا جلومرولار اباريتس؟ احب اكبر كده وعشان اشرح الموضوع ده. هي وظيفتها هتاخدوها بالتفصيل الممل فين؟ تفصيل ممل في الفسيولوجي، بس انا حابب ان انا ادي عليها هنت كده سريع. هي مرتبطة بكذا فاكتور. اول فاكتور عندنا هو السمباثيك ستيميوليشن، السمباثيك نيرفس سيستم، هي تبع السمباثيك نيرفس سيستم. تمام. و السمباثيك نيرفس سيستم عارفين ان هو بيرفع الضغط. من ضمن العوامل او من ضمن الحاجات اللي السمباثيك بيرفع بيها الضغط ان هو يطلع من الكيدني ماده اسمها الرينين. ماده اسمها الايه؟ الرينين. الماده دي عباره عن بروتين. الماده دي بتطلع منين؟ بتطلع من خلايا الجاكسا جلومرولر سيلز، اللي هي الخلايا دي كده، اللي هي من الافرنت ارتريول. تمام، نصغر كده شويه اهي، طلع من خلايا ايه؟ الجاكسا جلومرولار سيلز، اللي هي الخلايا دهيت كده، الخلايا دهيت بتطلع الرينين اللي هو بروتين. والرينين سمعنا اكيد في الفسيولوجي المعلومه دي كتير، انها هو بيروح على الليفر يحول الانجيو تنسينوجين، انجيو تنسينوجين الى انجيو تنسين 1، وبعدين الانجيو تنسين 1 ده يتحول الى انجيو تنسين 2، بس دوت مين اللي بيحوله؟ الايس انزيم، ايس اللي هو انجيوتنسين كونفرتنج انزيم، الايس انزيم بيحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. تمام. والانجيوتنسين 2 ده اللي كان بيرفع ضغط
الجسم. طيب طبعا منطقي جدا ان اللي يزود الموضوع ده هو السمباثاتيك. طيب ايه تاني غير السمباثاتيك يخلي الجوكسو جلوميرولر سيلز تطلع الرنين؟ عندنا حاجة مهمة جدا وهي الرينال بيرفيوجن. ليه؟ لان الكدني لما بيجيلهاش دم كتير تعرف ان الدم في الجسم مش كويس. ليش معنى يعني؟ طب ممكن الدم في الجسم مش كويس بس هي بيجي لها دم كتير، لان اكيد سمعنا في الفيسيولوجي معلومه بتقول ان ربع الكاردياك اوتبوت بيروح للكدني، فالكدني دي اكتر جزء في الجسم عندنا بيجيله دم، فما بالك ان اكتر جزء في الجسم عندنا يجيله دم يشتكي ان هو ما عندوش دم؟ متخيل؟ يبقى معنى كده الجسم فقير بالدم، ان معنى كده ان الجسم داخل في شوك، تمام؟ فلما بيبقى عندك رينال هايبو بيرفيوجن، يعني الدم اللي رايح للكدني قليل بسبب بقى شوك بقى، بسبب اي حاجه، بسبب سيفير انافيلاكسيز، بالذات في الشوك، بالذات في حالات الايه، حالات الشوك اللي ممكن تبقى بسبب هيمورج او بسبب سيفير فازو دايلاتيشن او بسبب سبتيسيميا مثلا عملت سيبتك شوك، او بسبب كارديوجينيك كوز، عين عنده حصل له اكيوت هارت فيلير، تمام؟ فالدم في وقف، فالدم او قل، فالدم ما بقاش يروح للكليه زي الاول، فالكليه تقول يا جماعه انا بشتكي، معنى ان انا بشتكي ان الجسم كله خربان، فعلشان كده الكدني ساعتها بتستجيب بانها تطلع الايه، بانها تطلع هذا الرنين من خلايا الجاكستا جلومرولر سيلز. اوكي، والرنين ده بيرفع الجسم وما الى ذلك. بس من ضمن الحاجات التانية اللي الرنين بيؤدي اليها مش بس زيادة الانجيوتنسن 2، لا ده كمان الانجيوتنسن 2 ده بيزود خروج مادة الالدوستيرون. الالدوستيرون ديت اللي هي بتعمل ايه؟ سولت اند ووتر ريتينشن، سولت اند ووتر ريتينشن، تحافظ على تركيز مين؟ على تركيز الصوديوم، تمام؟ حلو. طيب لما انا الاقي بقى ايه؟ لما انا الاقي الجسم ضغطه وطي، يبقى ساعتها هحاول ان انا احافظ على ضغط الجسم مش بس عن طريق الانجيوتنسن تول اللي بيعمل فازو كونستريكشن، لا ده كمان عن طريق الالدوستيرون اللي بيحافظ على الصوديوم، يقول الصوديوم ما تقعش في اليورين، انا عاوزك علشان الصوديوم دوت يحافظ على الميه بتاعت الجسم، يقول لها ما تقعش في اليورين انا عاوزك، تمام؟ فدوت بيساعد على استابيلايزيشن اوف البلاد بريشر او الهيمودايناميكس بتاع الجسم في الوقت ده، تمام؟ وهنا السؤال، هي بتحس ازاي اصلا ان الدم قليل عندها؟ وهنا بقى يجي دور الماكيولا دنسا. الماكيولا دنسا ديت المرايه بتاعت الدم. ازاي؟ اصل معلش الجاكسا جلوميرولر سيلز دي بتنفذ لكنها ما بتحسش. يعني ايه ما بتحسش؟ يعني لا مؤاخذه كده ما تقدرش تعرف الدم اللي جاي قليل ولا لا، سبحان الله، مع انها موجوده في ارتريول بس هي ما بتمشيش كده. الدم قل هنا فالفلترت هنا هيقل، تمام؟ الماكلة دنسة هتعرف ان الفلترت هنا قل، بس الماكلة دنسة بتعرف ازاي؟ ايه الحاجة اللي لما بتقل الماكيولا دينسا بتفهم ان الفلترت قليل؟ الكلورايد. الكلورايد لما يقل هتقول الماكيولا دينسا الله، هو الفلترت اللي عندي قليل ولا ايه؟ ده معنى كده ان الدم اللي جاي لي قليل، الرينال بلاد فلو قليل، اذا فالجي اف ار بقى قليل، اذا فالكلورايد كونسنتريشن عندي بقى قليل، وبالتالي هتقول تبعت اشاره لل هنا كده الخلايا دي اللي هي خلايا ايه؟ خلايا الجوكسا جلوميرولر سيلز، تقول لها طلع لنا رينين. هو اكشوالي مش بيطلعه بشكل دايركت، هو الموضوع بيبقى كومبلكس شويه وبيشارك فيه خلايا الاكسترا جلوميرولر ميزانجيال سيلز. وهو ده باختصار ال فانكشن اوف جوكسا جلوميرولر ابريتس. يبقى ازاي الجوكسا جلوميرولر ابريتس بيحس بال ان الدم قليل فبيطلع رينين؟ اول حاجه اللي هو
ان يحصل كلورايد كونسنتريشن يبتدي يقل، تاني حاجه السمباثيك ستيميوليشن، تالت حاجه الرينال بلود فلو قليل. في برضو معلومه تانية ان درجه الاسترتش، بيقولوا ان درجه الاسترتش بتاع ده بتاع الوول اوف افرنت ارتريول اللي بيتاثر طبعا بكميه الدم اللي جاي بتؤدي الى خروج الرنين. يعني الاسترتش لما يقل هم يعني يفهم الجوكسو جلومير اباريتس يفهم ايه، يفهم ساعتها ان الدم اللي موجود دلوقتي قليل. بس ده يعني مش نظرية قوية أوي. النظرية الأقوى طبعا هي الكولورايد والسمباثاتيك ستيميوليشن. تمام، حلو قوي. طيب نيجي بقى نشرح الهيستولوجي بتاع الأماكن دي. اول حاجه عندنا الماكيولا دنسا. ماكيولا دنسا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن جزء من الديستال كونفوليوتد تيوبيول لكنه موديفايد. موديفايد ازاي؟ هنشوف. انا بحب افتكرها دايما انها ماشيه عكس عكاس. يعني ايه عكس عكاس؟ يعني شوف الديستال كونفوليوتد تيوبيول عامله ازاي واعكس هنا ازاي. الديستال كونفوليوتد تيوبيول هنا بيقولوا انها لو كولامنر، انها صغيره كده شويه في الحجم، بيقول انها ايه كيوبويدال او لو، خلايا صغيره شويه. لكن هنا الخلايا عامله ازاي؟ هنا الخلايا طول كولومنر، تمام، خلايا هنا كبيره. تمام، دي حاجه. الحاجه التانيه بقى اما نيجي نزوم عليها، بصوا الخلايا عامله ازاي. الخلايا فيها مايكروفلايك فوق، على عكس الايه، على عكس لما كنا بنقول في الديستال كونفوليوتد تيبيولز ان مفيش ابيكال مايكروفولاي، لكن هنا العكس. طيب لما نبص تحت في الخلايا بتاعت الديستال تيبيولز، يعني كان بيبقى فيه بيزل انفولدنجز موجوده هنا، والبيزل انفولدنجز دي كان بيبقى فيها ميتوكوندريا كتير، هنا العكس. ازاي؟ مفيش عندك بيزل انفولدنجز هنا. تمام، دي حاجه. حاجه التانية مفيش بيزمنت ممبرين. انت بص هنا شايف البيزمنت ممبرين، لكن هنا نو بيزمنت ممبرين. ليه؟ عشان يسهل من التواصل بين الخلايا وبعضها، ده منطقي يعني. فانت بص فوق واعكس، يعني ايه؟ هنا فوق ما كانش فيه مايكروفيلاي، لكن هنا في ابيكال مايكروفيلاي كتير. هنا تحت كان في بيزمنت ممبرين واكستنسيف بيزل انفولدنجز ويز ميتوكوندريا ان بتوين، هنا نو بيزل انفولدنجز نو ميتوكوندريا ان بتوين، الميتوكوندريا هنا سكاترد اول اوفر ذا سيل، ونو بيزمنت ميمبرين. تمام، تمام، حلو قوي. طيب نرجع تاني بقى كده. يبقى هي خلايا طول نارو كلوزلي باكت، النيوكلياي بتبقى ديب وموجوده في الايبكس، على عكس النيوكلياي اللي كانت بتبقى هناك مش موجوده في الايبكس. النيوكلياي هناك كنا بنقول انها سنترال، تمام، سنترال، لكن هنا ابيكال. اوكي، تمام، حلو قوي. لكن على عكس النيوكليس بقى الجولجي اباريتس. يعني ازاي؟ يعني عندك الخليه كده، دي الخليه من فوق بقى فيها ايه؟ الابيكال مايكروفيلاي، وفي الميتوكوندريا، سوري، النيوكليس من فوق، ومن تحت في جولجي، في جولجي اباريتس. تمام، تمام، حلو قوي. طب معلش احنا ليه عاوزين جولجي ابريتس تحت؟ عشان يقدر يصنع. هي ازاي بتتواصل مع الخلايا اللي حواليها؟ بتتواصل عن طريق مركبات كيميائيه بتطلعها، مواد بتطلعها. المواد اللي بتطلعها دي بتطلعها عن طريق الايه؟ عن طريق الجولجي. فلازم الجولجي يبقى باصص ناحيه الحته دي، لازم ابصص ناحيه الايه؟ المنطقه اللي تحت دي. اوكي، تمام، حلو قوي. ما وظيفة الماكيولا دنسا؟ هو الإحساس. الماكيولا دنسا هي اللي بتحس، لكن الجوكسا جلومرولار سيلز بعيدة، البعيدة ما بتحسش خالص. تمام، اللي هي بتحس بإيه؟ بتحس بالأيونيك كونتنت، تمام، وبتحس كمان بالريت بتاع الإيه؟ الووتر فوليوم، حجم المية اللي بتعدي عليها. تمام، فتقدر من خلالها تعرف إذا كان جاي لي دم كتير ولا دم قليل، مع إن هي سبحان الله ما بيعديش جواها دم. تمام، طيب الديستال تيوبيولز وظيفتها ايرن ترانسبورت، لكن الماكيولا دنسا سنسوري. هنا انا مش بنقل ايونات ولا بنقل حاجه، انا هنا سنسوري بس. الابيثيليوم في الديستال تيوبيول بيبقى كيوبيكال ولو، وهنا بيبقى كولومنر سيلز العكس. النيوكلياس راوندد وسنترال، لكن هنا ابيكال نيوكلياي، بيزمنت ممبرين موجود، لكن هنا مفيش ميتوكوندريا موجوده بس بيزل، لكن هنا سكاترد.
طبعا الميتوكوندريا بتبقى لونجيتيودينال، تمام، بتبقى لونجيتيودينال، تمام. المايكروفيلاي بتبقوا قليلين او مفيش، لكن هنا بيبقوا كتار جدا. الجولجي صغنون هنا ليه؟ لان انا وظيفتي ايون ترانسبورت، هعمل ايه بالجولجي؟ انا بنقل ايونات، انا مش بتاع مركبات كبيره والكلام ده، انا يعني جولجي على قدي وخلاص، تمام. لكن الماكلا دنسا لا، انا عندي جولج كبير موجود بيزل، عشان هحتاج بروتينات ومواد كبيره تعدي عشان تسهل من عمليه الايون ترانسبورتيشن، تمام، حلو قوي. طيب البيزل بروسيس، انا ما عنديش بيزل بروسيس هنا، هنا عندي بيزل بروسيس، نسينا نقول المعلومه دي، ان انا هنا بقى عندي بيزل بروسيس. البيزل بروسيس ده بتسهل من التواصل بين الخلايا وبعضها، يعني لو صورنا الصوره شويه، بتسهل ما بين من ال... انها ايه توصل الخلايا ببعضها، تمام، حلوة قوي. في بيزمك ميمبرين؟ لا، ما فيش بيزمك ميمبرين، وعلشان كده دي ميزة ان البروسيس ده تعرف تعدي. لو في بيزمك ميمبرين البروسيس ده مش هتعرف انها تعدي، تمام، حلو قوي. الجاكسا جلوميرولا سيلز بقى هي عباره عن موديفايد المره دي برضو، سموث ماسل سيلز، بس جايه مينلي من الافرنت ارتريول، وممكن برضو من الافرنت ارتريول، تمام. بس يعني مش كل الافرنت ارتريول كده، الافرنت ارتريول في العادي بيبقى فيه ايه، خلايا سموث ماسل، لكن اول ما بيقرب من الجلوميرولس بيبتدي السموث ماسلز تقول انا عايز اتحول جاكسا جلوميرولار سيلز، تمام. طيب نشوف كده، نكبر الصورة الجميلة دي، واضحة قوي الصورة بتتكلم حرفيا. طيب نتكلم سوا كده مع الصورة، ادي الديستال تيبيولز اهي، ادي الديستال تيبيول اهي، وادي خلايا الماكيلا دنسا. لو نلاحظ، بصوا الخلايا هنا عاملة ازاي، الخلايا صغيرة لكن هنا الخلايا كبيرة، ليه؟ لانها بص على ما بين الافرنت والافرنت، تمام، حلو قوي. وده الميزانجيال سيلز، دي اكسترا جلومرولر، ودي انترا جلومرولر ميزانجيال سيلز، تمام. الاكسترا جلومرولر اسمها لاسز سيلز، ما ننساش، دونت فورجيت ذات نيم. الافرنت ارتريول داخل اهو، داخل، تمام، وهيحصل ايه، يبتدي ان هو السموث ماسل اللي موجوده فيه تتحول الى جاكسا جلوميرولار سيلز. طيب شكلها ايه بقى الجاكسا جلوميرولار سيلز دي؟ شكلها كهيستولوجي هو زي اي خليه بتصنع بروتين، هي تعتبر بروتين سيكريتنج سيلز. اذا الخليه هنقول عليها راوندد، هنقول السيتوبلازم بتاعها بيزوفيليك لان هيبقى فيها رايبوسومز وار ار كتير. هنقول انها بتتصبغ بالبي اي اس، لان الرينين ده هو بروتين بس عليه سكر، فهو جلايكوبروتين، تمام. هو ايه؟ هو جلايكوبروتين، واي حاجه عباره عن جلايكوبروتين هتتصبغ بصبغه البي اي اس، تمام. وهتلاقي ار اي ار وجولجي وميتوكوندريا وسكريتور جرانيولز زي اي بروتين سكريتور سيلز عدت علينا في حياتنا، تمام. اوكي طيب، وهنا يجي السؤال المهم، ايه الملائمه الوظيفيه بتاعت الجاكسا جلوميرولر سيلز، تمام. اول حاجه ان ما عندناش هنا انترنال الاستيك لامينا، لان معروف ان الارتريول بيبقى فيه انترنال الاستيك لامينا وبيبقى فيه ثيك ماسكولار لاير. لا، هنا الماسكولار لاير هتحول الى جاكسا جلوميرولر سيلز، والالاستيك لامينا مش عندنا اصلا، تمام، حلو قوي. يبقى absence of internal elastic lamina ليه؟ عشان تبقى قريبه جدا من خلايا الماكلا دنسا، لان الانترنال elastic lamina كانت هتحوشها زي بالظبط كده، ما الماكلا دنسا ضحت بالبيزم ميمبرين بتاعها، فالجاكس جلومرال سيلز ضحت بالانترنال elastic lamina بتاعتها، تمام، حلو قوي. وانها انرفيتد بالادرينرجيك فايبرز بتاعت السمباثاتيك، لان دوت اللي هيزود الرينين سكريشن لما بيبقى فيه سمباثاتيك اكتيفيتي، زي ما كنا موريينكم في الصوره ديت كده. نرجع كده زوم ان تاني، بصوا سمباثاتيك ستيميليشن دوت رايح على مين؟ رايح على الخلايا دي. ما هو اصل الخلايا دي كانت كده كده بيجي لها سمباثاتيك عشان يعمل لها فازو كونستريكشن، لكن ستيل حتى بعد تحول الخلايا فالسمباثاتيك هيأثر عليها، حتى لو هي مش خلايا سموث ماسل، لان احنا هنا مش عاوزين انها تعمل فازو كونستريكشن، احنا عاوزينها تعمل ايه؟ عاوزينها تطلع رينين اللي هو اصلا تبع السمباثاتيك، تمام،
حلوة قوي على فكرة. خلايا الجاكستوجلوميرولار سيلز ليها اسم تاني اسمها جرانيولار سيلز، اسمها تاني جرانيولار سيلز ليه؟ لأن فيها جرانيولز. تمام، حلوة قوي. قلنا الفانكشن خلايا بقى اللاسس سيلز، خلايا ديت ممكن نعرف انها ما بين الافرنت والافرنت ارتريول، اسمها تاني اكسترا جلوميرولار ميزنجيال سيلز، ومتوصله بجاب جونكشن. يمكن ديت الحته اللي حاسس شم فيها ريحه ام سي كيو، والنيوكليس بتاعتها بيل. بتعمل ايه؟ بتعمل زي الانترا جلوميرولار ميزنجيال سيلز، سبورتيف وكونتراكتايل وديفنسيف فانكشن ومدرج فرنساوي لحد ما نجيب مدرج فرنساوي. تمام، حلو قوي. هنا بقى نيجي نتكلم عن الرينال انترستيشيوم. يعني ايه الرينال انترستيشيوم؟ احنا عندنا الكيدني عباره عن ايه؟ عباره عن انترستيشيوم ومش انترستيشيوم، يبقى جزء انترستيشيوم وجزء مش انترستيشيوم. يعني ايه انترستيشيوم وايه مش انترستيشيوم؟ اللي هو الجزء اللي مش انترستيشيوم اللي هو التيبيولز، جزء الابيثيليوم اللي احنا عارفينه اللي هو كله خلايا ده. تمام، ده جزء اللي مش انترستيشيوم، وما بين التيبيولز وبعضها يبقى عندنا الرينال انترستيشن. يعني ايه؟ هو اللي عباره عن الكونكتيف تيشو اللي موجود ما بين الخلايا بتاعه الابيثيليوم اللي موجوده جوه النفرونز، او ممكن نقول هو الفراغ اللي موجود ما بين النفرون والنفرون، كل نفرون والتاني هو فيه مش فراغ، هو فيه كونكتيف تيشو اسمه رينال انترستيشن. يعني لو جبنا صوره زي دي كده، و ادي ده كده النفرونز، ده كده النفرونز، اللي ما بين النفرونز وبعضها ده كده اللي ما بينهم هو دوت ايه؟ هو ده الانترستيشن. تمام، حلو قوي. طيب ما محتوى هذا الانترستيشن؟ هو كونكتيف تيشو. اي كونكتيف تيشو احنا عارفين ان هو هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه فايبرو بلاست. تمام، فاحنا هنتكلم دلوقتي عن الانترستيشن بتاع الكورتكس. تمام، الانترستيشن بتاع الكورتكس هيبقى صغير شويه، هيبقى ضعيف. تمام، مينيمال وفاين. تمام، لكن انترستيشن بتاع المظله بيبقى اكستنسيف. تمام، طيب بتاع الكورتكس دوت هيبقى فيه خلايا فايبروبلاست لان ده عباره عن كونكتيف تيشو، وفيه خلايا فاجوسيتك سيلز اسمها مونو نيوكلير فاجوسيتك سيلز، زي بالظبط اي كونكتيف تيشو بيبقى فيه فاجوسايتس. تمام، حلو قوي. وفيه كمان عندك الاندوثيليال سيلز بتاعت البيري تيوبولار كابيلاريز. احنا عندنا ده كده الصوره، تاني نجيب الصوره اهو، عندك الانترستيشال، عندك الايه الفايبروبلاست اهي، الخلايا دي نصغر الصوره شويه، نصغر الرسمه شويه، ايه ده كده اهو، دي كده الفايبروبلاست. تمام، حلو قوي. وعندك كده، دي كده مين؟ دي كده اللي هو البلود فيسلز. البلود فيسلز دي تبع الانترستيشن. ليه؟ لان احنا عارفين من سنه اولى ان الكونكتيف تيشو بيبقى داخل وسطه بلود فيسلز، فمنطقي جدا ان احنا نجيب سيره البلود فيسلز لما نتكلم عن الكونكتيف تيشو. تمام، حلو قوي. يبقى انا عندي فايبر بلاست، وعندي فاجوستيك سيلز، وعندي كمان الاندوثيليال سيلز بتاعت مين؟ بتاعت البيري تيوبولار كابيلاريز، مش بتاعت الجلوميرولس. تمام، لان دي حته لوحدها. طيب حلو قوي. الاندوثيليال سيلز بتاعت البيري تيوبولار كابيلاريز دي في عليها معلومه ممكن جدا 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 تيجي ام سي كيو. هي بتعمل حاجتين، اولا بتطلع اريثروبويتين هرمون اللي هو بيحفز البون مارو ان هو يصنع ار بي سيز. تمام، دي حاجه. تاني حاجه هو بيعمل عمليه الاكتيفيشن النهائيه بتاعت الفيتامين دي 3. فيتامين دي 3 بيبقى اسمه كول كالسيفرول، عبارة عن كوليسترول، بيحصل له عملية كده معينة، بيحصل له كيميكال رياكشن، بتحول إلى مادة اسمها كول كالسيفرول. الكول كالسيفرول دي بتبقى قرعة. يعني إيه بتبقى قرعة؟ يعني ما عليهاش هيدروكسيل جروب. عشان تبقى أكتف فيتامين دي لازم يبقى عليها إيه؟ اتنين هيدروكسيل، هيدروكسيل جروب هنا وهيدروكسيل جروب هنا. هنا فين وهنا فين؟ عند ذرة الكربون رقم 24 وعند ذرة الكربون رقم 1. تمام، ذرة الكربون رقم 24 رقم 1. فتعدي بأول مرحلة فين؟ أول مرحلة في الليفر. الليفر يحط لها الهيدروكسيل جروب عند ذرة الكربون رقم 1، عند ذرة الكربون رقم 24. تمام، مش فاكر 24 ولا 21، ثواني.
هي ال 24 ولا 21؟ هي 25، تمام. فبيحط مجموعة هيدروكسيل عن ذرة الكربون رقم 1 ومجموعة هيدروكسيل عن ذرة الكربون رقم 25، تمام. أول خطوة الليفر هو اللي بيعملها، بيحط عن ذرة الكربون رقم 25 مجموعة الهيدروكسيل. وتاني خطوة وهي ديت الأكتيف فورم، الكيدني هي اللي بتعملها، إنها بتعمل هيدروكسيليشن عن ذرة الكربون رقم 1 عشان تكون في الآخر 1 و25 داي هيدروكسي كور كالسيفرول اللي اسمه التاني كالسيترايول، تمام. وهو ده الاكتف فورم اوف فيتامين دي. يبقى هي بتاكتف البون مارو وبتاكتف الفيتامين دي. ودوت مين اللي بيعمله بالظبط؟ خلايا الاندوثيليال سيلز بتاعت مين؟ بتاعت البيري تيوبولار كابيلاريز، مش بتاعت الجلومرولار كابيلاريز عشان خاطر الام سي كيو، تمام. حلو قوي. المظله فيها كونكتيف تيشو كتير، فيها خلايا اسمها شبه الفايبروبلاست شويه، اسمها ميدولاري انترستيشال سيلز. خلايا بتطلع مدلبين 1، المدلبين 1 ده بيتحول في الليفر الى مدلبين 2 وبيعمل فازو دايلاتيشن. بس اذا هي ليها دول افكت على البلاد بريشر، تعمل فازو دايلاتيشن او تعمل فازو كونستريكشن. الفازو دايلاتيشن عن طريق المدلبين ال 1 اللي بيتحول في الليفر الى مدلبين 2 وبيعمل فازو دايلاتيشن، اسمه مدلبين ففي حرف الدي يبقى بيعمل فازو دايلاتيشن، تمام. على عكس الرينين اللي بيعمل فازو كونستريكشن، هو مش هو نفسه اللي بيعمل، هو بيحول انجيوتنسين الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، وبعد انجيوتنسين 1 بيتحول لانجيوتنسين 2 عن طريق الايس اللي موجود في البولمونري سيركيوليشن وبس كده. هو ده بقى اللي بيرفع الضغط، لكن ده بيعمل ايه؟ فازو دايلاتيشن. طب معلش، هو في الاخر الاند ريزلت ايه؟ على حسب هو موضوع بالانس، مين اكتر من التاني. في اوقات ده هيعلى فيحصل هايبر تنشن، الضغط يعلى. في اوقات تانية دوت اللي يعلى فالضغط يبقى طبيعي كده يعني. طيب الرينال بلاد سيركيوليشن، يعني الدم بقى البلاد فيسل لما تدخل جوه الكيدني هيحصل لها ايه؟ احنا عارفين انها هتتحول الى افرنت ارتريول. ايوه، بس هي مش اول ما تدخل كده هتتحول على طول لافرنت ارتريول، في مجموعه من الاحداث بتحصل في النص. ايه بقى الاحداث اللي بتحصل في النص دي؟ تعال نشوف. اول حاجه عايزين صوره، نكبر الصوره او نجيب صوره احسن من كده شويه. ماشي، الصوره دي هتبقى كويسه شويه، تفي بالغرض. اول حاجه عندنا الايه؟ عندنا ادي الارتري، ده اهو الرينال ارتري. الرينال ارتري دوت هيدخل عن طريق ايه؟ عن طريق البوابه دي. البوابه دي اسمها الايه؟ اسمها الهايلم. البوابه دي كده اسمها الايه؟ اسمها الهايلم. هتقول لي ايه ده، مش ده الرينال بلفس؟ هقول لك من بره اسمها هايلم، بس الرينال بلفس ده لما افتح واخش جوه، تمام. من بره انا اسمي ايه؟ اسم الهايلم. ممكن نقول كده الهايلم هو البوابه دي، الحته دي كده هو ده اسمه الايه؟ الهايلم. البلاد فيسلز بيدخل منها وبيخرج منها مين؟ بيخرج منها اليوريتر، تمام. بيدخل الرينال ارتري كده يقول لها ايه؟ يقول لها هاي، تمام. عشان كده اسمها هايلم. كان في دكتوره بتحفظها لنا كده واحنا في سنه اولى زمان بقى. الرينال ارتري اول ما يدخل انا عندي الكيدني متقسمه لوب، تمام. لوب 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 لوب، فهيتقسم الى انتر لوبر برانشز ما بين كل لوب والتاني. احنا قلنا اللوب هو البيراميد بالكورتيكال تيشو اللي موجود حواليها، تمام. البيراميد بالكورتيكال تيشو اللي موجود حواليها، فهيجي عندي البرانشات الصغيره دي كده تمشي ما بين اللوب واللوب، ما بين اللوب واللوب، يبقى اسمها انتر لوبر برانشز، تمام. انتر لوبر برانشز. الانتر لوبر برانشز دي زي ما احنا شايفين بتمشي هنا كده ما بين البيراميد والبيراميد اللي هي كان اسمها كولم اوف فيرتيني. وبعدين هتقوم تعمل ايه؟ ده هيقوم عامل كده برانش وده يقوم عامل كده برانش، وانستموزو هنا فين؟ عند البيز اوف ذا بيراميد. من عند البيز اوف ذا بيراميد يبتدي يطلع البرانشات الصغيره دي. البرانشات الصغيره دي اسمها انتر لوبيولر برانشز. انتر لوبيولر، مش فاكرين قلنا اللوبيول بيطلع من هنا ازاي؟ قلنا بيطلع من هنا كده عباره جزء من المظله موجود هنا اسمه مدلر ري، وبيبقى حواليه كورتيكال تيشو. فالمدلر ري بكورتيكال تيشو اسمه لوبيول، اسمه رينا لوبيول مش لوب، لوبيول. فالبلاد فيسل اللي ماشيه هنا دي اسمها انتر لوبيولار برانشز، تمام. ادي صوره احسن ليها. ادي الاركوت اللي هو ده كده اركوت. كلمه اركوت معناها قوس، يعني هو عامل زي القوس كده، تمام. حلو، زي كده جبنا لافاش كري، جبنا المثلثات دي تبقى قوس كده من تحت وعامله مثلث، فهو ده كده نفس الفكره بالظبط. عباره عن ايه؟ بلاد فيسل مقوس كده ماشي، بيطلع منه
برانشات اسمها انترلوبيولار برانشز. الانترلوبيولار برانشز دي بقى اهي، ادي الانترلوبيولار برانشز اهي، هي دي اللي بتدي الافرنت ارتريول. بس كده، الحمد لله على السلامه، الحمد لله على السلامه. وادي الجلوميرولس اهي، وادي الافرنت ارتريول، تمام. وبس بقى زي ما احنا عارفين، انتوا عارفين الباقي. ودي البيريتيوبولار كابيلاريز لو شايفينها، البيريتيوبولار كابيلاريز اهي، تمام تمام حلو قوي. طيب السؤال، البريتيوبولار كابيلاريز دي جايه منين؟ ده جايه من الافرنت ارتريول. الافرنت ارتريول لما خرج هيروح فين؟ هيدي كل البريتيوبولار كابيلاريز اللي انتوا شايفينها دي كده، تمام حلو قوي. طيب في حاجه تانية عاوزين نعرفها اسمها الفازا ريكتا. ايه الفازا ريكتا دي؟ الفازا ريكتا هي تعتبر البريتيوبولار كابيلاريز بس مش حوالين التيبيولز، حوالين اللوب اوف هينل. اللوب اوف هينل بس مش اي لوب اوف هينل، اللوب اوف هينل الطويل اللي هو بيبقى موجود في الجاكستا جلومير، في الجاكستا جلوميرلاري، الجاكستا جلوميرلار اللي موجود في الجاكستا جلوميرلار نيفرونز، تمام. اللي موجود في الجاكستا جلوميرلاري نيفرون، تمام. اللي موجود في النيفرون ده اللي هو النيفرون اللي كان بيبقى له لوب اوف هينل طويل كده، بيبقى حواليه بلود فيسل طويل اسمه ايه؟ اسمه فازا ريكتا. فازا ريكتا ده بيبقى جاي منين؟ بيبقى برضه هو كمان جاي من الافرنت ارتريول. يبقى الافرنت ارتريول بيدي بيريتيوبولار كابيلاريز دول كده، دول كده، وبيدي كمان في النفرونات اللي فيها لوب اوف هينل طويل اللي اسمها جاكستا جلوميرولاري نيفرونز، بيدي حاجه اسمها فازا ريكتا اللي هو ده كده، ده الفازا ريكتا، تمام. فازا ريكتا ده بيمشي مع النفرون ليه؟ عشان النفرون بيمشي مع اللوب اوف هينل. ليه؟ لان اللوب اوف هينل ده وظيفته ان هو يعمل كونسنتريشن اوف يورين، يركز اليورين، تمام. يعني ايه؟ يعني يشفط الميه من اليورين، ولازم لما يشفط الميه يقوم يعمل ايه؟ يوديها هنا كده، هنا فين؟ هنا في الفازا ريكتا، تمام. بس كده خلاص، بس هو مش موجود في الايه، في الكورتيكال نيفرونز، خلي بالنا مش موجود، absent in cortical nephrons، تمام حلو قوي. طيب الفينس درينج بقى، عندك البيريتيوبولار كابيلاريز هتتجمع وتعمل انترلوبيولار فينز، وبعدين اركويد فينز، وبعدين انتر لوبر فينز، وبعدين رينال فين، بس كده خلاص. بس ممكن الى بعض الايه، الفازا ريكتا تعمل ايه بقى؟ الفازا ريكتا بترجع على طول على الاركود فينز على طول بقى، تمام. بتختصر الطريق، هتقول هو انا يا ربي لسه هلف اللفه دي كلها؟ لا، انا اقوم فاتحه فين؟ اقوم فاتحه في الاركود فينز هنا كده على طول، تمام تمام حلو قوي. في حاجه بقى اسمها نون جلوميرولار بلاد سبلاي. نون جلوميرولار بلاد سبلاي، النون جلوميرولار دي بلاد سبلاي ده ممكن يجي ام سي كيو، ممكن جدا يجي اي سي، يقول لي انيميريت النون جلوميرولار بلاد سبلاي. هو معلش يعني ايه معنى السؤال؟ يعني ايه النون جلوميرولار بلاد سبلاي؟ واضح قوي ان هو بلاد بس مش رايح للجلوميرولاي، رايح يعمل حاجه تانية غير الايه، غير الجلوميرولاي. طب هو ده كتير؟ 10% من الرينال بلاد فلو مش هيكون جلوميرولاي، يعني مش هيعمل فلتريشن ويخش في السكه دي. ما هيعمل ايه؟ هو بيحمل نون فلترد بلاد، بس مش هيروح للجلوميرولاي، هيبقى له وظايف تانية. ايه وظايفها؟ اول حاجه يعمل كبسول، يغذي الكبسول بتاع الكدني، كبسولار ارتريز، تمام. الكبسول عادي بتاكل وتشرب عادي، يعني طبيعي جدا يوصل لها بلاد سبلاي، تمام. مش هيعمل هنا بقى الافرنت ارتريول والجلوميرولاي والكلام ده، تمام. في بعض الايه، البلاد بيعدي عن طريق شنط موجوده ما بين الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول، يعني يبقى عندك ادي ده كده الافرنت ارتريول، وادي ده كده الافرنت ارتريول، في شنط كده ما بينهم وخلاص، من غير بقى جلوميرولار كابيلاريز في النص وفلتريشن والكلام ده، تمام. بيقول لك ايه تاني؟ بيقول لك كمان الارتريولا ريكتا او اللي هي الفازا ريكتا. ايه ده؟ هو احنا قلنا الفازا ريكتا ديت كانت جايه من الافرنت ارتريول اللي هو كان قبليه جلوميرولس. بس في بعض الارتريولا ريكتا او بعض الفازا ريكتا بيبقوا مش جايين من السكه دي، بيبقوا جايين من الاركوت ارتريز او الانترلوبيولار ارتريز على طول دايركتلي كده. يبقى عندك الاركويد ارتري، تعالى كده نزوم على الصوره دي، الاركويد ارتري
ويتطوع ويدي ايه فازا ريكتا، او الانترلوبيولر ارتري يتطوع ويدي فازا ريكتا، او عندك بقى الافرنت ارتريول هو ده الطريق الشرعي اهو. بص الافرنت ارتريول هيعمل فازا ريكتا. تمام، حلو قوي. يبقى احنا ممكن نقول مصادر الفازا ريكتا، مصادرها المصدر الاصلي بتاع مفاصلي هو بتاع ايه، هو بتاع الافرنت ارتريول. في بعض المصادر الغير شرعيه اسمها نون جلومرولر بلاد سبلاي، اللي هو يجي من الاركويد ارتريز، او يجي من الانتر لوبيولر، مش لوبر، انتر لوبيولر ارتريز، لان دي حاجه صغيره اكيد مش هتيجي من الانتر لوبر الكبير قوي دوت، تمام، اللي انا بشوفه بعنايه مجرده عشان اغذي حاجه بتتشاف في الميكروسكوب. تمام، حلو قوي. في حاجه تانية، في بعض الانترلوبيولر ارتريز، او مش بعضها، اي انترلوبيولر ارتري بص وهو ماشي كده يفضل يدي في ايه، افرنت ارتريول، افرنت ارتريول، بعدين هيجي عليه وقت ويخلص الجزء التيرمينال ده، الدم اللي ماشي فيه مش هيكون جلومرولاي، هيغذي بقى الرينال انترستيشيوم نفسه بقى اتسلف. يعني هنا كده النهايات بتاعه الانترلوبيولر ارتريز خلاص دي كده مش تبع الجلومرولاي، لانها مش هتنتهي بالجلومرولس، احنا خلاص فرقنا على الجلومرولاي دي، على الجلومرولاي دي، وبقى كده خلاص التيرمينال بارت ده هيبتدي يعمل ايه، هيبتدي يحود كده ويدخل في مين، يدخل مع الجزء الفين، تمام، عشان خاطر يعمل فينوس درينج. تمام، حلو قوي. يبقى عندك التيرمينال برانشز وانترلوبيولر، عندك الكابسولر، عندك شنط، وعندك الايه الارتريولر ريكتال اللي طالعه من حاجات تانية غير الافرنت ارتريول. تمام، ده مقارنه كده ما بين الافرنت ارتريول، برضه هتاخدوها في الفسيولوجي. تمام، نيجي نتكلم دلوقتي بقى عن الترانزيشنال ايبيثيليوم. الترانزيشنال ايبيثيليوم دوت ايه، احنا هنتكلم دلوقتي عن موضوع اسمه اليورينري باسج. اليورينري باسج ده هو الجزء اللي مش بيتكون بقى فيه يورين، اللي هو بيعدي اليورين اللي اتكون، اللي هو من اول الكاليسز كده، ماينور كاليسز، ميجور كاليسز، وده كده الرينال بلفس، وبعدين اليوريتر، وبعدين البلادر، وبعدين اليوريثرا. طيب كل الممرات ديت متبطنه بنوع من الابيثيليوم اسمه ترانزيشنال ابيثيليوم. هو ليه الابيثيليوم ده اسمه ترانزيشنال ابيثيليوم؟ لان بكل بساطه الابيثيليوم ده ممكن يتحول من الشكل ده الى الشكل ده. ليه؟ لان هو على حسب البلادر مليانه ولا مش مليانه، لو البلادر ريلاكسد او اليوريتر ريلاكسد او اي حته اي جزء من الباسج ده ريلاكسد، يعني ما بيعديش فيه يورين، فخلاص هيبقى عامل كده. لكن اول ما يبتدي يحصل له ستريتش هيبقى عامل زي الايه، العجينه اللي انت فردتها هيبقى الثيكنس بتاعها قليل. فعلشان خاطر يقدر الابيثيليوم دوت يتمط بالمنظر دوت ويتحمل البريشر المختلف او الكميه المختلفه من اليورين ديت من غير ما يحصل له دامج، يبقى لازم يكون له وظائف خاصه. الوظائف الخاصه دي موجوده في هذا النوع من الابيثيليوم اللي اسمه ترانزيشنال ابيثيليوم. طيب الترانزيشنال ابيثيليوم ده شكله ايه؟ هو بيتكون في الامتي ستيت، اللي هي الحاله الفاضيه لما مبقاش فيه يورين موجود، من ثلاث طبقات. اول طبقه بتبقى خلايا كولومنر بالمنظر ده كده، تاني طبقه بتبقى خلايا ممكن تقول عليها بوليجونال شويه، تمام، يعني متعدده الاشكال شكلها متغير. تالت خلايا بقى اللي هي الخلايا السوبرفيشال دي، عامله كده، عامله زي، لا مش ثواني، عامله كده، عامله زي الامبريلا، زي الشمسيه كده بالظبط. بصوا عامله ازاي، اسمها امبريلا سيلز، امبريلا سيلز. تمام، الخلايا ديت اسمها ايه، اسمها تاني برضو فاسيت سيلز، فاسيت سيلز او امبريلا سيلز. الفاسيت سيلز او الامبريلا سيلز دي مهمه جدا جدا اننا ندرسهم ونعرف شكلهم عامل ازاي. لو البلادر قصدي فاضيه، الخلايا دي هيبقى شكلها بالمنظر ده، لكن لو هي مش فاضيه هيبقى خلايا شكلها عامل كده، هيبقى خلايا شكلها فلات،
تمام تمام حلو قوي. بيقول لك ان الخلايا ديت ده كده بالنسبه لشكل الخلايا. بالنسبه لنواه الخليه، الخلايا دي ممكن تبقى باي نيوكليتد، ممكن يبقى فيها نيوكليس واحده، ممكن يبقى فيها تو نيوكليوي. تمام حلو قوي. كمان اليومينال بوردر بتاعها كونفكس، يعني زي ما قلنا خلايا بالمنظر ده كده، فاليومن بتاعها كونفكس، وعشان كده بنقول عليها ايه، امبريلا سيلز. يبقى ده كده الخلية من ايه، من فوق. والخلية من جوه فيها قلنا نيوكليس، ومن فوق شكلها كونفكس. في حاجة بقى مهمة من جنب، ان الخلايا بينها وبعض من جنب في هذا النوع من الجنكشن، النوع ده من الجنكشن اللي اسمه ايه، اللي اسمه جاب جنكشن. تمام الجاب جنكشن دوت بيعمل ايه، بيدي الأريحية إن الخلايا تبقى استريتش من غير ماليورين يعدي ما بينها. هو ما افرض الخلايا بعدت عن بعض، ماليورين ممكن يعدي ما بينها. وبالبلدي كده البلادر تنشع. تخيل انت البلادر بتاعتك تنشع، وتلاقي اليورين عمال بي ايه، بيطفح كده على او بينتشر في التيشوز اللي اللي حوالين البلادر. تمام يحصل له اكسترافازيشن. فربنا بيحمي البلادر من الموضوع ده، لان فيها ما بين الخلايا وبعضها اوكلودنج جانكشن. تمام بيعمل بارير، بيمنع حركه الميه. تمام تمام حلو قوي. كمان بيقول لك ان هو هايبرتونيك، اليورين كده كده هايبرتونيك، فمش هيعدي الى الدم، فده اسمه اوزموتيك بارير برضو. تمام طيب في حاجه تانية حلوه قوي، ميزه بتدي مساحه، بتدي البلادر افيلابيلتي انها تاخد مساحه اكبر. ايه بقى الخلايا، ايه رأيك لو زودنا السيرفس اريا، السيرفس اريا بتاعتها؟ يعني ايه زودنا السيرفس اريا بتاعتها؟ يعني بدل ما الخلية تبقى عاملة مثلا كده، لا هزود الممبرين بتاعها، اخلي الممبرين بتاعها واسع مرحرح شوية، بحيث يبقى ايه، ليها القدرة انها تبقى استريتشد اكتر من كده. تمام انت لو انت لابس حاجة سليم عليك، تمام سليم اللي هو بص عليك بالظبط، وجيت تدخن الحاجه ديت هتيجي تلبسها هتتقطع مش هيدخل فيك. طب لو انت الحاجه ديت اصلا مرحرحه بالبلدي كده، اللبس اللي انت لابسه مرحرح كده عليك، تمام فانت لما تيجي تدخن هياخد ويدي معاك، يعني هيديك هي سبيس، هيبقى في سبيس، فاحنا هنرحرح السيل ممبرين بتاع الخلايا دي. تمام طب ربنا ازاي هيرحرح السيل ممبرين ده؟ ان في الابيكال بارت هذه الفيزيكلز، الفيزيكلز دي شكلها زي ما احنا شايفين كده فيوزي فورم. الفيزيكلز دي اكشوالي مش جواها حاجه، دي فيزيكلز عباره عن ميمبرين. الفيزيكلز دي بيحصل لها فيوجن عشان تلتحم مع السيل ميمبرين الاصلي بتاع الخليه دي، فبالبلدي كده تبقى مرحرحه بالمنظر ده كده. فنيجي احنا بقى، واحد بقى بيزنق نفسه ما بيخش الحمام، ويجي يحبس اليورين بتاعه، فاليورين بتاعه يملى البلادر، فيقوم يفرد الايه، يفرد الكشكشه الزياده دي، الكشكشه الزياده دي يفردها، فيديها يدي لليورين مساحه اكبر شويه. تمام تمام حلو قوي. طبعا الموضوع ده بيبقى وزن ليميت. طيب تعالى ناخد حاجه حاجه. اول حاجه اليوريتر، اليومن بتاعه زي ما احنا شايفين بيبقى نارو وستليت. بس ده طبعا لما بيبقى ايه، لما بيبقى الدنيا بالذات لما الدنيا فاضيه. الميوكس ميمبرين بتاعه ايبيثيليوم، ترانزيشنال ايبيثيليوم، وتحتيه كونكتيف تيشو. في حاجه مهمه جدا بتميز اليوريتر، ان اليوريتر فيه سموث ماسل، مميزه من الحاجات المميزه بالسموث ماسل بتاعتها. طب ممكن نشوف الصوره. حلو الصوره اهي، دي سموث ماسل، ودي سموث ماسل، ودي سموث ماسل. طيب اذا انا كده عندي كام طبقه، انا كده عندي 3 طبقات. ده دي طبقه، ادي 2 3، يبقى انا عندي انر واوتر وميدل. طب ايه الفرق ما بين ال3 طبقات؟ الطبقه دي لونجيتيودينال. ازاي؟ ما هو اليوريتر لما يبقى ماشي كده بالطول، وانا اجي اقطع وابص على الحاجات دي هلاقيها ايه، هلاقيها نقط. تمام فاعرف انها مقطوعه بالطول. تمام طيب لكن الميدل ديت، الميدل ديت ايه، الميدل دي مدوره ليه؟ ولما ابقى ماشي لافف كده في دواير، وانا اجي اقطع بالعرض هلاقيها دواير.
تمام، هلاقيها دوائر، يبقى دي كده لو نرسمها بلون اسود ادي ده كده inner longitudinal و middle circular و outer longitudinal. بس الكلام دوت موجود فين؟ الثلاث طبقات دي موجودة في ال lower third، في ال lower third، في ال lower third of your uterus. لكن ال upper two third هتلاقي inner longitudinal و outer circular بس، يبقى inner longitudinal و outer circular. لكن هيضاف عليهم الطبقة ديت، هتضاف عليهم لما نوصل لل lower third. تمام، حلو قوي. في الادفنتيشيا هتلاقي كونكتيف تيشو بس خلاص. اليورينري بلادر اليومن بتاعها واسع وفولدد مكشكش، عشان دوت يديها مساحه شويه انها تتحرك، انها تاكوموديت يورين كتير. الميوكوزا ترانزيشنال ايبيثيليوم كونكتيف تيشو، لوز كونكتيف تيشو. الماسكيولوزا برضو عندنا سموث ماسل، تمام. السوس مثلا هنا بقى الارنجمنت بتاعها شكله عامل ازاي. هنا كنا بنقول في الابر تو ثيرد عندنا ايه، انر اوتر، في اللور وان ثيرد انر اوت، في الابر تو ثيرد انر واوتر. الانر بتبقى لونجيتودينال والاوتر بتبقى سيركلر، في اللور وان ثيرد بيبقوا ثلاثة. لكن هنا بقى هنقسمها، مش هنقسمها upper two third و lower two third، هنقسمها البلادر كلها حاجة وجزء الترايجون اللي هو النيك بتاع البلادر حاجة تانية. النيك بتاع البلادر ده مميز ان هو اصلا له اوريجين غير الاوريجين بتاع باقي البلادر، هو الوحيد اللي هو الاوريجين بتاعه ميزوديرم، تمام. هنا الاوريجين بتاعه ميزوديرم. بتبقى الخلايا بتاعته السموث ماسل بتاعته يعني مترتبة ازاي؟ inner longitudinal middle circular outer longitudinal. زي مين ده؟ زي اليورتر. ما هو لما هناخد الامبريولوجي هنعرف ان هو جاي من اليورتر، هو كانت حته يورتر وحصل لها dilatation وabsorption into البلادر، دخلت كده ووسعت ودخلت جوه البلادر، تمام، اللي هو النيك بتاع البلادر ده، تمام. حلو قوي. لكن باقي البلادر بتبقى مترتبه بشكل عشوائي كل الاتجاهات، تمام. والادفنتيشيا فايبرولاستيك كونكتيف تيشو، يبقى اللي احنا بنحفظه الماسكولوزا. طيب اليوريثرا بقى، اليوريثرا، اليوريثرا بتاعت الميل حماده وبتاعت الفيميل حماده تانية، تمام، حماده تانية خالص. الاهم والاكبر هي بتاعت الايه، بتاعت الميل. طبعا بتاعت الميل بتتقسم ازاي؟ ادي كده البلادر، تاخدوا الكلام ده في الاناتومي بالتفصيل. تحت البلادر عندنا مين؟ دي البروستات. طالما بروستات يبقى انا عندي ميل، تمام. وادي غده اسمها غده كوبر او كوبرز جلاند. فين بقى اليوريثرا؟ اليوريثرا هي اللي بتعدي، هي دي كده، هي دي كده، تمام، دي كده اليوريثرا. بتتقسم ازاي بقى اليوريثرا دي؟ على حسب هتعدي بايه. اول حاجه هتعدي على الايه، هتعدي على هذه البروستات فهنسميها بروستاتيك يوريثرا. بعد كده هتعدي على الجزء ده كده، تمام، الجزء ده هتاخدوه في الاناتومي، تمام، فهنسميه ايه، هنسميها ميمبرينا يوريثرا، تمام. الجزء ده عامل زي الميمبرين كده رفيع، فاسمه ايه المنطقه دي، هناخدها في الاناتومي بالتفصيل. اسمها ايه اليوريثرا اللي بتعدي من هنا؟ هي طولها 1 سم تقريبا، اسمها ميمبرينا يوريثرا. بعدين الجزء بتاع اليوريثرا اللي هيعدي في ده، ده مين؟ ده البينس. هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه بينايل يوريثرا، بينايل او سبونجي يوريثرا. ليه؟ لان هناخد ان البينس دوت جزء نسيج سبونجي، سفنجي كده بالظبط، تمام، عامل زي السفنجه، تمام. حلو قوي. يبقى انا عندي بروستاتيك وممبرينس وبينايل يوريثرا، تمام. البروستاتيك يوريثرا 3 4 سم، ادي البروستات بصين عليها اهي. فين اليوريثرا بالتحديد؟ ادي هي دي اليوريثرا، هي دي كده اليوريثرا. بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى شكلها عامل كده، عامل زي حرف الفي، وده اليومن بتاعها. اليومن بيعدي في الايه، في الفراغ ده كده. دول ايه؟ دول هنعرفهم في جزء الجينيتال، مش مهمين دلوقتي خالص. جواها ترانزيشنال ايبيثيليوم، تمام، بيفتح فيها الايجاكولاتوري داكت اللي احنا نبقى نقولهم في موديول الجينيتال. وفي حاجه مهمه قوي، ان البروستاتيك يوريثرا فيها سموث ماسل فايبرز، تمام.
السموث ماسل الفايبرز دي هي طبعا فيها انر لونجيتودينال واوتر سيركلر، بس الاوتر سيركلر طبعا الاوتر سيركلر دوت ويل ديفلوبد، ويل ديفلوبد عشان خاطر يكون حاجه اسمها الانترنال سفنكتر اوف ذا بلادر، انترنال يوريثرال سفنكتر، الانترنال سفنكتر. انترنال سفنكتر دوت عباره عن ايه؟ عباره عن الاوتر سيركلر فايبرز بتاعت مين؟ بتاعت البروستاتيك يوريثرا. تمام، يبقى انا عندي الانترنال، بص عشان نخلص من الحته دي، انا عندي انترنال سفنكتر هنا في البروستاتيك يوريثرا، هي دي كده، وعندي اكسترنال سفنكتر هنا كده في الممبرينا سيريسرا. الاكسترنال بيبقى فولانتري، لكن الانترنال بيبقى ان فولانتري، انترنال ان فولانتري. تمام، حلو قوي. والاثنين عباره عن الايه؟ عباره عن الاوتر سيركولر فايبرز. ما هو منطقي، سفنكتر عايز حاجه تعصر، يبقى لازم الحاجه دي تبقى سيركولر. تمام، منطقي، تمام، حلو قوي. في الممبرينا سيريسرا، الممبرينا سيريسرا هنا بقى بدايه الانحراف. يعني ايه بدايه الانحراف؟ يعني الانحراف من الاستراتيفاي، من الترانزيشنال ايبيثيليوم الى نوع تاني من الايبيثيليوم. الايبيثيليوم هنا بقى هيتغير، اولا هيبقى استراتيفايد كولومنر ايبيثيليوم، وبعدين هتلاقي حتت كده هيبقى سوبر استراتيفايد كولومنر ايبيثيليوم. تمام، يبقى دي المعلومه المميزه انها عباره عن ايه؟ استراتيفايد كولومنر ايبيثيليوم، وبعدين في شويه باتشز كده هتلاقيها سودو ستراتيفايد. تمام، وحواليها ماسل فايبرز. الماسل فايبرز ديت هتبقى فولنتري بقى، هي ديت اللي انت بتمسك بيها نفسك لما بتبقى عايز، تبقى مثلا انت في الحمام مثلا وعاوز، قررت مثلا كده ان انت وانت بتعمل حمام تمسك نفسك توقف اليورين. انت عندنا القدره ان احنا نعمل الحركه دي. ده اللي بيعملها مين؟ السفنكتر ده اللي هو اللي موجود في الممبرينس يوريثرا او حوالين الممبرينس يوريثرا، ده اسمه اكسترنال يوريثرا سفنكتر، وده فولنتري، انا اللي بتحكم بنفسي. تمام، تمام، حلو قوي. طيب في حاجه تانية مهمه قوي، ايه هي بقى؟ بص يا سيدي، شايف الغده دي؟ تعال نزوم احسن. الغدة دي اسمها غدة ايه؟ اسمها غدة كوبر، اسمها كوبرز جلاند. دي موجودة فين؟ موجودة جنب، خلي بالك، موجودة جنب الممبرينا سيريسرا. طب هي فتحت فين؟ فتحت في الجزء ده، في البينايل يوريثرا. اذا هل الممبرينا سيريسرا بيفتح فيه الكوبرز جلاند؟ لا، هو موجودة جنبيها الكوبرز جلاند، موجودة جنب الممبرينا سيريسرا في الجزء اللي هو بتاع العضلات ده. تمام، العضله دي موجوده، مش فاكر اسمها ايه بصراحه في الاناتومي، بتعرفوها بقى في الاناتومي تقريبا، الليفيتور ايناي، مش فاكر حقيقي اسمها ايه العضله دي، مش فاكر خالص. لا، دي الليفيتور ايناي، دي الليفيتور ايناي، لكن دي مش فاكر اسمها، ان انا ايه ساقط اناتومي. تمام، تمام، حلو قوي. المهم هنا هتلاقي الايه الجلاند، بس كانها هتفتح في البينايل يوريثرا. تمام، تمام، حلو قوي. عشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك نو جلاندز open only surrounded by Cooper's gland. تمام، لكن هتلاقي في البنايل يوريثرا بقى هي بتستقبل opening بتاعت ايه؟ بتاعت ال Cooper's gland اللي اسمها التاني بالبو يوريثرال جلاند، اسمها التاني بالبو يوريثرال جلاند. تمام، برضو بتفتح فيها شوية جلاند صغيرة، جلاند اوف ليتري وانترا ابيثيليال جلاند صغيرين كده موجودين جوه، مش مهم يعني، اعرفهم كده وخلاص اسامي الجلاند. يعني ده سؤال كده لو جاي، سؤال اوائل دفعة حرفيا يعني. طيب الابيثيليوم، نوع الابيثيليوم، نوع الابيثيليوم اللي موجود جوه استراتيفايد كولومنر ابيثيليوم عادي. تمام، والباتشز بتاعت الايه السود استراتيفايد اللي احنا قلنا عليها، يبقى هو بيكمل زي ايه؟ زي البروستاتيك، سوري مش زي البروستاتيك، زي الممبرينس. احنا قلنا في البروستاتيك كنا ايه؟ قلنا في البروستاتيك كنا ترانزيشنال، وبعدين من اول الممبرينس ده بدايه الانحراف، عملنا استراتيفايد كولومنر وسباتشز اوف سودو استراتيفايد كولومنر، وكملنا بيها في البينايل، وبعدين اخر مستويات الانحراف هو الحته دي. ايه الحته دي؟ فين؟ معلش، الحته الواسعه دي اللي انا بشاور عليها دي كده،
الحته الواسعه دي اسمها ايه؟ اسمها فوسا نافيكيلاريس. الفوسا نافيكيلاريس ديت ان كونتينويشن مع الشارع. طب معلش لازمتها ايه الفوسا نافيكيلاريس دي؟ ديت عشان خاطر اليورين بتاع الميل لما يطلع ستريم فووو كده، تمام؟ فووو تمام، غير اليورين بتاع الفيميل زي بينزل كده نقط ضعيف يعني، غير بتاع الميل بيطلع كده ايه فووو، تمام؟ هو دوت شلال كده بيبقى طالع. مين اللي بيعمل الحركه دي؟ الفوسا نافيكيلاريس. التعويجه اللي هي عاملاها ثم الدايلاتيشن، او مش التعويجه اللي هي الحته الناروينج ده ثم الدايلاتيشن، ده اللي بيخلي الايه، يخلي اليورين الفلو بتاعه عالي، تمام، سريع. طيب بما انها ان كونتينويشن مع الشارع، يبقى لازم يبقى الابيثيليوم اللي موجود فيها هو الابيثيليوم بتاع الشارع، اللي هو بتاع ايه، اللي هو الاستراتفايد سكويموس نون كاراتينايزد ابيثيليوم، تمام. يبقى احنا كنا استراتفايد كولومنر، بعد كده هنبقى ايه، استراتفايد سكويموس، تمام. حلو قوي. استراتفايد سكويموس ده لو تفتكره كان بيبقى عندك بيزمس ممبرين وعندك خلايا كولومنر كده 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 كده، خلايا كولومنر وبعدين خلايا بوليجونال موجودة كده وبعدين خلايا سكويموس. تمام، حلو قوي. طيب في معلومة برضو كمان، هو البناية الروسية ماشية فين؟ ماشية في البينس. ده سؤال غريب جدا. لا مش ده اللي قصدي عليه. ماشية فين بالظبط جوه البينس؟ ايه ده، هو البينس متقسم؟ البينس متقسم 3 حاجات، 3 حتت، الحتة دي والحتة دي والحتة دي. الحتة دي اللي ماشي فيها الايه، اللي ماشي فيها الايه، اللي ماشي فيها اليوريثرا، اسمها كوربس سبونجيوزم. كوربس يعني جسم، سبونجيوزم يعني اسفنجي. هو بص لو هتزوم عليها تحسها عامله زي السفنجه شويه يعني. لو نجيب صوره تانية، الصوره دي كويسه، ادي ده كده كوربس سبونجيوزم، ده كده كوربس سبونجيوزم، وادي جواه اليوريثرا اهي، بينايل يوريثرا، تمام. بس وشكله عامل زي السفنجه، لكن ده بيمشي فيهم دم. الاثنين دول اسمهم كوربورا. كوربورا دي جمع كوربس، كوربورا كافرنوزا، كوربورا كافرنوزا، تمام. بس كده بيفصل بينهم سبتم اسمه سبتم بيكتيني فورم. هو ده كده في السبتم ده اسمه سبتم ايه، بيكتيني فورم. وده هناخد في الاناتومي فين اسمه دورسال فين اوف فينس، اذا فهو موجود في الدورسال سيرفس. لكن اللي هي اليوريثرا بتبقى موجوده في الفنترال سيرفس، موجوده تحت، تمام. عندنا البينس، البينس عشان بس نبقى متخيلين، بنقسمه الى، ثواني، الصوره دي كويسه، بنقسمه الى دورسال سيرفس، ده كده دورسال سيرفس، وفنترال سيرفس، ده كده فنترال سيرفس. بصوا الفنترال سيرفس هو اللي معدي فيه اليوريثرا. بص اليوريثرا ادي بلادر، وادي البروستاتيك يوريثرا حوالين البروستات اهي، وبعدين ده كده هنا، دي كده الممبرينا يوريثرا، لا ثواني، الممبرينا يوريثرا هنا اهي، هي دي كده الممبرينا يوريثرا، وبعدين البينايل يوريثرا، وادي الفوسا نافيكيلاريس، تمام. بس وده كده الكلام على الايه، الميل يوريثرا. الفيميل يوريثرا بقى يعني مفيش اروق من كده، هي 4 سنتي 5 سنتي بالكتير قوي. اللي هي طبعا قريبه جدا من البلادر. فيها ترانزيشنال ايبيثيليوم يتحول الى سودو ستراتفايد كولومنر وبعدين ستراتفايد سكويموس نون كاراتينايزد ايبيثيليوم. ده فين؟ عند الاوريفيس، عند الاوريفيس زي كده بالظبط. الفوسا نافيكيلاريس هنا طبعا مفيش فوسا نافيكيلاريس ولا حاجه، تمام. الفتحه بس هي اللي بتبقى ايه، هي اللي بتبقى ستراتفايد سكويموس نون كاراتينايزد ايبيثيليوم زي بتاعه الفوسا نافيكيلاريس، تمام. حلو قوي. بقول لك الميدل بارت بتاع الفيميل يوريثرا بيبقى فيها اكسترنال سيريتد فولنتري سفنكتر، تمام. بس كده خلاص. بيقول لك لو انا مش قادر اتحكم في الاكسترنال سفنكتر فقدت الفولنتري كنترول، هيحصل لي حاجه اسمها ايه، يورينري انكونتيننس. يورينري انكونتيننس ده بالعربي اسمه سلس البول، يعني واحد ما يتحكمش في البول بتاعه، تمام. يبقى واحده ست كبيره كده، واحده ست كبيره
تيجي تكح تنزل شوية يورين، اسمها stress incontinence. تيجي تقوم تمشي تطلع السلم تجري، اعتقد مش هتجري، مفيش واحدة في سنها تجري، بس تعمل اي activity توقع شوية يورين. تمام، ما بتعرفش تمسك اليورين، حاجة اسمها ما بتعرفش ايه تمسك اليورين، بس كده. طيب جاكسا جلومرولر سيلز فورمد اوف ايه؟ موديفايد سموث ماسل سيلز مينلي في الافرنت ارتريول. لاس السيلز كاركترايز بار ايه باي ايه؟ هل هي فيها بيزل انفولدنج؟ لا. هل بتطلع رينين؟ لا. هل كونكتد بتايت جانكشن؟ احنا قلنا جاب جانكشن. هل فيها ابيكال مايكروفلاي؟ ما قلناش عليها، احنا قلنا على اللي هي الماكيلا دنسا. تمام، قلنا على الماكيلا دنسا. تمام، موجودة بتوين الافرنت والافرنت ارتريول. هي دي. السؤال الثالث، الفاسيت سيلز اوف ذا يورينري بلادر از كاركترايزد باي ايه؟ هي طبعا باي نيوكليتد، بس نشوف بقية الاسئلة غلط ليه. الفاسيت سيلز دي اللي هي الخلايا بتاعت الابر لاير، مش الباقي، هي الابر بس. ممكن تبقى باي نيوكليتد، الباقيين بقى غلط ليه. اليومينال سيل ممبرين الثين؟ لا، هو ثيك اليومينال سيل ممبرين. تمام، اتاتش توجذر باي ادهيرنج جانكشن؟ لا، احنا قلنا تايت جانكشن. تايت جانكشن مش ادهيرنج، ادهيرنج ده بيبقى ضعيف شويه. هافينج ابيكال فيزيكلز ان فول بلادر؟ لا، الفيزيكلز بتكون اختفت في الفول بلادر. الفيزيكلز بتبقى موجوده فين؟ موجوده في الامتي بلادر، علشان لما نيجي نحتاجها في الفول بلادر نطلعها وتكون خلصت. بس كده، تمام، ثانك يو.